أنا آسف يا أستاذ آدم، لأن ده مش من حقي أنا أصلاً. أنا مش مسموح لي أطلع تفاصيل الحالات اللي بتجيلي هنا العيادة غير لو على مسؤوليتهم الشخصية. أنت لسه عندك المشكلة بتاعت الفيديو مع ياسمين؟ المشكلة مش الفيديو خالص، المشكلة في ياسمين نفسها. لا والله شكل كده جيت في وقت مش تمام، مش كده؟ إيه اللي جابك؟ ماما لو سمحتي، شفتك في أي مكان إن شاء الله كنا في ميدان وفي مليون واحد. طلع طبنجتي وفرغها في دماغك، أنت فاهم؟ بنتك أنا كدبت عليك. وأنت مالك أنت ومال بنتي يا جدع أنت؟ هي دلوقتي في المعادي مع أشرف. اللوكيشن بتاع المكان بتاعهم هيتبعت لك بمجرد ما أخرج من باب العيادة. أنا آسفة يا وسام، حقك عليا. يا دم، أنا عارفة إنك سمعني وشايفني كويس. أخرج من حياتي زي ما خرجت منها قبل كده. عندي فكرة. إيه؟ بخصوص سفرة العلاقة، عم فكر أجي سفرتي يومين وروح معك. إزاي؟ أول مرة أشوفك بتتكلم كده على طنط. مفيش، أمي مصاحبة. قول بقى إن أنت بتتلكك عشان تهرب من الموضوع التاني. وريني تليفونك. مالك؟ أديك شفت بنفسك كمية الأماكن اللي هندور فيها لو ما لقيناش الدوكيمنت ده عند ريال. آدم، مستحيل. انسى. الفلوس هنا. هذا برضه. الحرية لناصر عبد الرازق. الحرية للعدسة الوطنية. أنا اتفقت مع سليم. لينا قعدة معاه في الجناح بتاعه بعد ما البلكة دي ما تتفض. حلو، هناخد الشيك؟ تصبح على خير يا بابا. سلام انت طيبة يا ديدي. يوسف وحشتني يا ابي، انا مبسوطه قوي انك جيت. ربنا يخليك. هاي مساء الخير. هاي هاي هاي. مش كفايه تصوير بقى ولا ايه؟ تشرب ايه؟ اي حاجه. تشربوا ايه؟ شكرا. انا مبسوطه قوي انك جيت. ما كانش ينفع ما جيش طبعا. ميرسي. طيب خلص يا ياسمين، زي ما بتقولوا في مصر اقطع عرق وسيح دمه. انت الان من جميله حسن صح؟ ويوسف عم بيقولوا ان هذا الحكي كله مش مظبوط، وجميله هلا بدبي. جميله هنا في مصر. طيب جريت، لكن قبليها شو فيها؟ هيك انت بتعرفي الحقيقه وبترتاحي. شوفي ياسمين، سيدي مش جميلة حسن، دي واحدة تانية. لوين؟ أنا لازم أمشي دلوقتي. لا أنا أسفة جدا إن أنا بزعجك بمشاكلي، بس يمكن يكون ما عنديش إخوات، وأول ما شفتك حسيت إن أنتي زي أختي بالظبط. طمنيني. أكيد. هاي ندى، ازيك؟ لا الحقيقة هو ما كلمنيش تاني ولا حتى جاي العيادة. الحقيقة يعني أنا أول ما دخل عليا لقيت واحد تصرفاته غريبة، شكله غريب، وبعدين هو أصلا حجز باسم حد تاني. لا إيه اللي عرفته ازاي يا ندى؟
انت نسيتي انك وريتيني صورته كذا مره، وكذا مره في كل كونفرسيشن بتقعدي تقولي لي ادم ادم. لا ام سوري يا ندى، مش قصدي حاجه يعني. طيب انت كويسه؟ صحتك كويسه؟ حاسه انك احسن؟ اوكي ندى، يلا جود نايت. أنا مش بخاف من حد يا راغب، حتى أبويا. أنا بخاف يا سليم، بخاف على بنتي. أبوك مصر إن غادة هي اللي دخلتك عالم السياسة والمنظمات الحقوقية وكل الكلام اللي مفيش قوة في الكون هتقنعه بعكس الكلام ده، خصوصا بقى إنكوا في الفترة الأخيرة وفجأة كده بقيته تحت الميكروسكوب، وده مسبب مشاكل كبيرة بيني وبين أبوك، لا أنا عايزها ولا هو. وشمعنى الفترة دي بالذات؟ إحنا شغالين في الموضوع ده من 2010، عمر ما حصل معانا أي مشاكل، حتى في عز المشاكل اللي حصلت على المؤسسات الحقوقية الأجنبية في مصر إحنا كنا دايماً بره القلق. عشان يا سليم الناس اللي أبوك مسك لهم البيزنس بتاعهم بدأوا يزعلوا، ودول زعلهم وحش قوي، قلقانين من ان نشاطكم بيتطور والعناصر اللي انتوا بتتعاملوا معاها، وخصوصا بقى سولم انتوا بتضخوا منح تمويليه محترمه. بس احنا مش بندفع فلوس دي من جبنه، لولا المصداقيه اللي احنا محققينها في نيويورك ما كانش رجال الاعمال اتحمسوا لنا بالشكل ده. يعني من الاخر احنا مش مسيسين يا رب. سليم، مين أهم عندك؟ غادة ولا بيزنس السياسة؟ إحنا مش بنعمل بيزنس. لا، بيزنس وبيزنس وسخ كمان. بس ده مش سؤالي، مين أهم عندك في اللحظة اللي إحنا قاعدين فيها مع بعض دلوقتي ناو الآن، غادة ولا البيزنس؟ غادة طبعا. جريت، هايل. سبيتلي، بص بقى الوضع كالآتي، أنا أب خايف على بنته من أبوك بسببك، وأنت بتقول إنك ممكن تحميها من اللي أنا خايف منه. أوكي فاين، مصدقك جدا جدا، بس عندي شرط واحد يا سليم عشان القلق ده يروح من عندي. تبطل سياسة انت وهي، دي الحاجه الوحيده اللي هتخليني ابطل خوف على بنتي. تاني يا سليم بقولها لك، الحاجه الوحيده اللي هتخليني متاكد ان غادة اهم عندك من البيزنس. أنا رجعت في كلامي، من الآخر أنا مش هكلمك إلا لما أشوفك في الغردقة، وما تسألنيش إزاي ولا إمتى. بقولك إيه، قدامك حل من الاتنين، يا تقوليلي أحجزلك معايا في نفس الأوتيل، يا ما نتكلمش خالص غير لما أرجع.
انا قلت اللي عندي، خدي قرارك وهتلاقيني هناك. سلام. جميلة يس، وحشتني. طب ما قلتليش ليه؟ كنت جيت عديت عليك على المطار وخدتك. ما كنتش عايزة أعمل لك قلق، عشان لو كنت اتفقت معاك إنك تيجي وما جيتش كنت هزعل منك بجد، مع إني عارفة إن الموضوع مش بإيدك. وبعدين هنا أحلى من المطار. أنت هنا بجد؟ لا، أنا الجوست بتاعها. بقول لك ايه؟ احنا في مكان عام فلازم نظبط الاداء. سيبني. لما حد فيهم يمشي ابقى انا عارفه هو رايح فين. وبعدين هو بطل يرد عليك تاني؟ انا ما اتصلتش بيه اصلا. ياسمين لو حابه تكلميه من تليفوني اوكي. يوسف، في حاجات ما ينفعش حد غيرنا يعرفها. عارف، بس انت جيتيلي في اغرب وقت. ليه؟ مع اني كنت ببعت لك العد التنازلي يوم بيوم. ايوه، كنت فاكر ان انت يعني ما تتكلميش جد، كنت فاكر انها حركه من حركاتك يعني. هي طلعت مش حركه. عشان كده انا مستغرب. مستغرب ليه؟ يعني انا عندي سبب، محتاجه اشوفك بصراحه. أنا كمان محتاج أشوفك. يمكن هي دي الكلمة اللي أنا كنت بدور عليها عشان تترجم إحساسي بجد اللي أنا حاسس بيه. وعندي سبب أنا كمان. بس أنا عايز أعرف السبب منك أنت الأول. ليه يا جميل؟ عشان كنت حاسة إني لوحدي. العادي إن طول الوقت أنا لوحدي، بس كنت حاسة إن لسه بدري لحد يعني عيد ميلادي اللي فات. تميت 39 سنة.
مش باين عليا. انا عارفه اصل ما يكونش موت وخرب ديار في نفس الوقت. ليه ما اتجوزتيش؟ حاولت. كل ما اكون متاكده ان هو ده الراجل ابتدي اتخيل اللي هو فعلا فعلا عايزه اعيش مع الراجل ده طول حياتي. اجي عن التفصيله دي وما اكونش مش عايزه بهنج. ما بعرفش اشوف حد تاني. تعال ما بتردش؟ لا على فكرة عادي يعني اي حد ممكن يروح عيد ميلاد وحد يسلم عليه بالبوس والاحضان عادي. بغض النظر عن معنى اللي عم تقوله بس مش بس هذا اللي بيحرق الدم. اللي انا شفته في فيديو كده بس يعني مفيش اي حاجة تانية. يعني الراجل راح عيد ميلاد واحدة صاحبته وعملت له الليلة وبعدين ممكن اي حد ممكن يتحط في الموقف ده. مالك عم قلك مش بس هذا هو السبب. هو في حاجة تانية حصلت؟ حصل انه في بينه وبينها مشكله من زمان بسبب نفس الست. واصلا صاروا يومين مش عم بيحكوا مع بعض انت عارف. لا واليوم الصبح اتخانقوا لنفس السبب. انت بتعرف شو الاضرب من هيك؟ انه راح على عيد ميلادها بلا ما يخبرها. طب انت شايف انه هذا كله عادي؟ لا طبعا مش عادي. انا ما كنتش اعرف كل اللي انت بتقوليه ده خالص. انا بنيت فكرتي عن الفيديو اللي انا شفته بصراحه. عموما انا ما بدافعش عنه. مش عايزك بس انت تضايقي نفسك. طب بدي اطمن على ياسمين. فيك بليز تحكي مع يوسف؟ اتكلم لك امه حالا. سلام. ما بيردش بس هيرجع يشوف المست كله ويكلمني على طول. يعني ما تضايقيش انت نفسك. بس تردش برضو؟ مستر مكرم عاوزك في مكتبه حالا. طيب هخلص واطلع له. بقولك عاوزك حالا. طب ومالك لابسه الوش كده في ايه؟ عشان مش كل ما هيعوزك هنزل اندهلك بنفسي. طب هخلص وارجع لك. ابقوا نادولي على المايك. ما هو انت عامله موبايلك سايلنت وهو طالبك حالا. انت خانقه يا حلا. تبقي شغلي جرز موبايلك. ما اضمنش. تعالي يا حلا. سندس جاي تتكلم معاكي بخصوص الحلقة بتاعتها. عايزكم توصلوا مع بعض الحل وسط. عايز مجلس إدارة يوافق. هسيبكم انتوا الاتنين تتكلموا مع بعض. بعد إذنكم. وحشتيني. إيه سندس الرقم الخيالي اللي أنتي طالباه ده؟ ده أكبر نجوم في مصر مش بنديلهم الرقم ده. أكبر نجوم في مصر مش هيجيبوا الإعلانات ولا المشاهدات اللي أنا عاجبها. على فكرة ممنوع التدخين. مش مكتوب يعني. وبعدين مجلس الإدارة مش هيوافق.
هتصرفي؟ طب فكري معي. معرفش ده انا هتفضح. ما تخافيش وشك مش هيبان. انا ايش ضمني؟ النغمشه دي بتحطوها في المونتاج يعني عادي ممكن التصوير الاولاني يتسرب من على الجهاز، غير ان المونتير بتاعكو ممكن يبقى زبون عندي. انت بتعرفي الحاجات دي منين؟ انا اللي زي ما بيبقوش لوحدهم. احنا مطلوبين في الحكومه زي المشجلين بالظبط، بس هي الفكره كلها ان هما ما بيعرفوش يعتروا علينا، وده بقى اللي في حد ورانا بيأمنه. شغل كبير على النت عشان يتوه اللي بيدور، كل شويه يبعته في حته شكل. انا مش هقول كلام بتاع تلفزيون، انا هقول كلام يشهد، ولو التصوير الاولاني يتسرب ووشي بان هيتعلم عليا في ساعتها، مش هيبقى قدامي غير اني اهرب برا البلد، ودي محتاجه فلوس قد كده عشان ابقى في امان، ولا تحب اغرق في عرض البحر. انا مش قادره افهم انتوا ازاي بتفكروا كده في السن ده. عشان احنا عرفنا نكلم بعض على الكاميرا في الوقت اللي انتوا كنتوا فيه بتتفرجوا على الكرتون بعد ما الدنيا تكون شبعت منه بعشر سنين. انا عندي اقتراح، اقتراح وحيد ليكي. مفيش حاجه اسمها اقتراح وحيد، بس اقترحي. انا ممكن اكلم اداره القناه واقنعهم ان هم يدوكي ربع المبلغ اللي انت طالباه، ويدوكي نسبه على الاعلانات، بس دي طبعا مش تقدري تاخديها على طول، يعني هتقدري تاخديها بعد 3-4 شهور. براحتك يا نجمه، بس انا مش هتنزل عن اللي انا عايزاه. واللي انت عايزاه مستحيل، وده تمامي. باي باي. عشان كده من ساعة ما سبت دبي وانا قلت انا مش هتجوز تاني. في حاجة يا ناس ولا ايه؟ ملك وصل الغدا. طب ايه المشكلة؟ أكيد جاي يشوفها. المشكلة إن أنا ما قلتلوش إن نجم متعامل معاها تحقيق. ما قلتلوش؟ ليه يا إيناس؟ لأنه ما هيصدق يمسك عليا غلطة. وأنا مش عايزة أديله فرصة يمسك عليا غلطة ويعلقلي بسببها حبل المشنقة. ما هو يا إيناس جه وهيعرف، هيعرف. معقول؟ لا بصراحة هو بقاله يومين بيكلمني وانا ما بردش عليه، واقنعت نغم كمان انها ما تردش عليه. اقنعتيها بايه يا ايناس؟ يعني ايه؟ اهو جه وبعدين يومين، يومين يا ايناس بيكلمكوا ولا انتي ولا نغم بتردوا عليه. انا مش عارفة فيه ايه، طول عمره بيتكلم مرة واحدة وما بيتنيهاش، اشمعنى المرة دي يعني؟ تحبي نروح؟ انا مش عايزه اروح، بس بصراحه مودي اتقلب. مفيش مشكله. وبعدين صعبان عليا كل المجهود اللي انت عملته في العشاء النهارده يروح كده. بقولك ايه، لا مجهود ولا حاجه، وبعدين دي اقل حاجه عندي وانا خارجه عشان الاقي حد.
بقولك ايه؟ انا هطلب منك حاجه بس اوديني انك هتنفذيها. حاجه ايه؟ ما تحاولي تخلي نغم النهارده تبعدها عن صاحبتك. لا مش هينفع. اولا لان ام البنت ملهاش ذنب تاخد نغم طول الليل. ثانيا انا ما عملتش حسابي ونغم عندها بكره مدرسه. ايه المشكله؟ حتى ولو رحنا وجبنا لها الحاجات اللي ناقصاها وديناها لها، وانا هفضل معاك لغايه ما تروحي. ايوه بس ليه؟ مش فاهمه. فكري فيها يا ناس. مالك جاي متعصب قوي، وده اكيد هيخليه اول حاجه الصبح تلاقيه عندك في البيت. وما ينفعش نغم تشوفكوا وانتوا بتزعقوا لبعض او بتتخانقوا مع بعض، بالذات انها هي هتحس انها هي السبب. قلتي ايه؟ بونجور يا مامي. بونجور. نفطر بقى؟ هشرب الشاي بس. شاي بس ايه يا مامي؟ مش هينفع مع الأدوية والمهدئات اللي بتاخديها. ماليش نفس. طب انت عارفة الساعة بقت كام؟ الساعة عدت 2، يعني كان زماننا قاعدين بنتغدى دلوقتي مش بنفطر. عشان خاطري. لا. طب اعمل لك توستايب جبنة رومي؟ لا. طب بلانش؟ لا. طب ايه رايك اعملك توسته بزبده ومربى؟ قلت لا. خلاص هعملك بقى حاجه على مزاجي وهتاكليها وانتي مش مبسوطه. خلاص خلاص اعملي زبده بمربى. ماشي. اللي تقدر تخبي على ابو بنتها كل اللي حصل عشان خايفه على نفسها هتبقى ست عيانه، لا تنفع تبقى ام ولا زوجه ولا حتى بني ادمه. الحمد لله البنت كويسه ما جرالهاش اي حاجه. بنت عندها 14 سنه تروح تحضر حفله وتشرب وتوه عن صاحبتها وبعدين يتحقق معاها عشان بعت التذاكر من ورا الاداره بتاعت مدرستها. لا وبتكسب منها كمان. لا انا بنتي ما بعتش تذاكر، اصحابها بيتبلوا عليها عشان يخرجوا من الموضوع، وبعدين الشرطه صدقتها هي مش هم. لا بعت، وانا وانت عارفين انها بعت. مشكلتك يا ناس ان انت دايما شايفه الموضوع مش من جوه، عشان طبعا حضرتك مش فاضيه ومصممه تأوحي، وكل مره بتأوحي بتطينيه على دماغنا كلنا. البنت فين؟ بايت عند واحده صاحبتي. اه بايت عند واحده صاحبتك؟ ايه الجمال ده؟ ده بقى الطبيعي كده عندكم في الغردقه؟ لا لا مش الطبيعي. انا تينا قالت لي ان انت جيتي الكافيه وكنت متعصب جدا، فانا ما حبيتهاش شفنا بنتكلم بالطريقه دي، فبعتها عند صاحبتي عشان تبات، وبعدين هي اصلا دلوقتي في المدرسه. المدرسة ها؟ المدرسة اللي خليت الضابط يروح يحقق مع بنتك فيها بالبوكس؟ ده بدل ما يجي لها هنا لحد البيت. بس ازاي؟ حضرتك خايفة على منظرك قدام الناس طبعا. انت عارفة انا لو مكان المديرة كنت حققت معاكي بعدم صلاحيتك كأم يا ايناس.